تماسيح من الزواحف اللي كانت موجودة من ملايين السنين وظهرت مع الديناصورات، وهي حيوانات مائية لكنها تطلع على البر علشان تتدفى بحرارة الشمس. التمساح حيوان عنيف ومتوحش، يفترس الإنسان والحيوان، وهو يعتمد على الأسماك والكائنات الصغيرة. في هناك 21 نوع من التماسيح، وفي تماسيح ما تهاجم الإنسان. يمكن أغلبكم يعرف مثل هالمعلومات، لكن شلون كانت نظرة الشعوب القديمة لهالحيوان؟ يمكن كانوا يحترمونهم. بعد من عنده إجابة؟ أستاذ، كان بالنسبة لهم شيء عظيم. يمكن كانوا يعبدونهم. كثيرين كانوا يقدسون التمساح ويعملونه باحترام، كان بالنسبة لقدماء المصريين رمز للإله، وكانوا يقدمون له الطعام بانتظام، ولما يموت كانوا يحنطونه. وفي أفريقيا كانوا يعتقدون أن أرواح أجدادهم تسكن في أجسام التماسيح. لما الشخص المنافق يتظاهر بالحزن ويصيح، يقولون عن دموعه ان دموع التماسيح، يعني انها مزيفه وغير حقيقيه. لكن هل التمساح يبكي فعلا، او هل الحيوانات بشكل عام يبكون؟ اي نعم، الحيوانات تحس وتبكي. ما اعتقد الحيوانات تبكي اصلا. البكاء ظاهره بشريه تعبر عن انفعال معين، والحيوان لما يتالم يصدر صيحات ويعوي، وهذا الشيء يختلف تماما عن البكاء، لان البكاء انفعال ينتج دموع. انا مره شفت ريال يضرب حمار، وكانت الدموع تسيل من عيون الحمار. صحيح، الدموع تسيل من عيون الحيوانات، لكن الدموع في هالحاله تغسل العين فقط. علشان الكائن يبكي لازم يكون حساس، لازم يكون حساس وعاطفيا ويفكر. الرضيع مثلا يصارخ لكنه ما يبكي، والطفل ما يبدا يبكي إلا لما يتعلم التفكير والشعور. الزلزال من الكوارث الطبيعية المدمرة، وهي عبارة عن ارتعاش واهتزاز في سطح الأرض. من فيكم يعرف سبب حدوث الزلزال؟ معلمة، يمكن تكون بسبب التشققات اللي تحصل في بطن الأرض هي سبب الزلزال. لوجود تشققات تحت الأرض تسبب زلازل. نتيجة لوجود شرخ في القشرة الأرضية، الكتلة الأرضية تتحرك وجوانب الشرخ تتحرك، فلما الكتلة الأرضية هذه تحتك بكتلة ثانية تتحول إلى طاقة هائلة، هذه الطاقة الهائلة تتحول إلى اهتزاز، والاهتزاز يصير بعد الزلزال. معلمة، الإنسان في قديم الزمان كان يعرف سبب الزلزال؟ لا، كانوا يعتمدون على الأساطير القديمة، كانوا يعتقدون أن مجموعة من الآلهة تحمل الأرض، وبعدين لما يتبادلون أماكنهم يصير الاهتزاز ويصير عندهم الزلزال.
وليش مجموعة من الآلهة؟ ما كانوا يعرفون الله واحد لا شريك له؟ لا طبعاً، وذلك لعدم وجود الكتب السماوية ولعدم ظهور الأنبياء، فكانوا يعتقدون أن الظواهر الطبيعية مثل البرق والرعد والقمر والأرض كان سببها وجود الآلهة، وبعضهم كان يعتقد أن في ثور كان يحمل الأرض في قرنه، ولما يتعب يشيله في القرن الثاني، وعشان كذي يصير الزلزال. همبرجر هوت دوغ وايد حلو عجيب. تفضل سير. باكل بس قرمة واحدة. ما تعرف ليش يسمون الهمبرجر بهالاسم؟ ما ندري سير. الهام هو اللحم اللي ياخذونه من فخذ الخنزير، البرجر هو من لحم العجل، لكن لا تخاف الهمبرجر ما يحتوي على لحم الخنزير. تسميات من مدينة ألمانية اسمها همبرجر. حلوة. انت قلت لي شو تاكل؟ هوت دوغ. تفضل استاذ. بعد نكفي بس. ها مشكور. انت عارف ليش سموه هوت دوغ؟ لا في امريكا التسميات من هناك، خذوه من فيلم كرتوني يطلع فيه كلب يشبه الهوت دوغ طويل، فجاءت التسمية على الهوت دوغ. حلو السباق لا؟ حلو. من فاز؟ ما ندري. ما تدري. سنة 1859 وبعد انتهاء معركة سولفرينو في شمال إيطاليا واللي انتصر فيه الفرنسيون على النمساويين، كان عدد جرحى حوالي 15,000 بين جريح وقتيل، والكثير من الجرحى ماتوا بسبب عدم وجود عناية طبية. كان هناك في شاب سويسري اسمه هنري دونان. هنري دونان خاف من عدد الضحايا والقتلى اللي شافهم، فقرر أن يألف كتاب يطالب فيه دول العالم أنهم يقومون بتأسيس هيئة دولية يقومون فيها بعلاج جرح الحروب. مجموعة من الدول استجابت لهذه الدعوة واجتمعوا في جنيف سنة 1864 وتأسس الصليب الأحمر، وكان أهداف المؤتمر هذه أنهم يحترمون الأسرى والجرحى وأن المحافظة على حياد المستشفيات العسكرية، إلى جانب أنهم يقومون بحماية الأطباء والممرضات والمعدات والتوسط بين الدول المتحاربة. كنوع من التكريم لصاحب الفكرة اللي هو السويسري هنري دونان، قاموا واختاروا العلم السويسري بألوان معكوسة علشان يكون علم للصليب الأحمر. زين يا جماعه انا باقعد مع مازر شوي وبايك ان شاء الله. يا مازر بتنام؟ لا بس تعبان شوي. زين دام انا شفتك التثاوب ابى اسالك سؤال،
تعرف ليش الإنسان يتثاوب؟ لما يكون متملل أو نعسان. طيب ليش مثلاً ما يسوي شيء ثاني؟ وش دراني؟ إنزين. لما يكون الإنسان نعسان أو متملل، الهواء ما يوصل كفاية إلى جميع خلايا جسمه. في هالحالة الدماغ يرسل إشارة تخلي الإنسان يتنفس بشكل عميق علشان يدخل المزيد من الهواء إلى جسمه. هذا النفس الطويل والعميق هو التثاوب. طيب، تعرف ليش الواحد يخلي يده قدام حلجه لما يتثاوب؟ أعتقد أنه من باب الذوق. في الماضي كانوا يعتقدون أن الإنسان لما يتثاوب الشيطان يدخل في جسمه، لذلك كان يخلي يده قدام حلجه علشان يمنع دخول الشيطان، وهالعادة استمرت حتى زمننا هذه، لكن بتفسيرات مختلفة. عرفت ليش؟
المغرور لا يريد أن يسمع غير كلمات الثناء والمديح. حين غادرته كان حزينا لأنه لن يسمع غير نفسه. وجودك كان ضروريا ومهما له. وماذا كان علي أن أفعل؟ أبقى معه؟ لا 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 طبعا، ولكن المهم إلى أين ذهبت بعد ذلك؟ زيارتي للكوكب الثالث كانت قصيرة جدا، قد جعلتني أشعر بالكآبة. لماذا؟ لم أجد هناك غير رجل حزين وضجر. وكان وحيدا أيضا؟ نعم. وما سبب حزنه وضجره؟ ماذا تفعل؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ زيارة. تزور ماذا؟ أردت التعرف على هذا الكوكب. تتعرف على ماذا؟ لا شيء هنا يستحق التعرف أو يشبع الفضول. لم تجبني. أجيبك على ماذا؟ سألتك ماذا تفعل؟ وماذا قال لك؟ شيء غريب. وما هو الغريب؟ كل من أصادفه يبدو غريبا وغامضا، لا أفهم معنى ما يقوله أو طريقة تفكيره. ربما لأنك صغير. هل تفهم أنت؟ ليس دائما. قال لي ألا ترى ما أفعل؟ إني أشرب. ماذا تشرب؟ هذا الذي تراه أمامك. هل أنت عطشان إلى هذا الحد؟ لا. إذن لماذا تشرب؟ لكي أنسى. تنسى؟ تنسى ماذا؟ لا أعرف. لا تعرف لماذا تشرب؟ كنت أعرف، ومع مرور الوقت نسيت. أنت تشرب لكي تنسى شيئا نسيت ما هو. لا أدري، لو كنت أدري لتذكرت. ما دمت قد نسيته فلا يوجد لديك سبب للشرب. وماذا علي أن أفعل؟ تكف عن الشرب. لا أستطيع. ألم يخبرك عن قصته؟ لا. ألم تسأل؟ وما الفائدة؟ إنه لا يتذكر شيئا. فظيع لا يتذكر الإنسان شيئا عن حياته أو ماضيه. أعتقد أنه يهرب من ماضيه ولا يدري إلى أين يذهب. انتظر انتظر. لما لا تبقى معي؟ وماذا أفعل؟ نتحدث. لكنك
لا تتذكر شيئا؟ لهذا السبب أريدك أن تبقى. لا أفهم. أريدك أن تساعدني. أساعدك؟ أن تعيد إلي ذاكرتي. لكني لا أعرف عنك شيئا. أنا أيضا لا أعرف. قد يكون للشراب الذي تشربه تأثير ضار عليك. توقف عن الشرب. لا فائدة. حاول. حاولت ولم أستطع. انظر، ماذا ترى؟ حجارة. أقدر أن أصنع منها حمامة. راقب. أرأيت؟ رأيت ماذا؟ الحمامة وهي تطير. لم أرى غير الحجارة وهي تطير. هذا لأنك ترى بعينيك فقط. إلى أين أنت ذاهب؟ أريد أن أرى أين تحط حمامتي.